بس هم اللي فرقني الناس هي اللي ميزتني، الناس هي اللي ميزت صوتي. كشف الستارة عن لغز وفاة رمضان البرنس الملقب بمطرب الميكروباصات. أشهر مطرب شعب في فترة التسعينات في مصر رمضان البرنس، صوته هتسمعه معدي من قدام أي قهوة هتسمعه، دخلت أي فرح هتلاقيه بيحييه، ركبت مواصلات عامة لازم يكون شغال الشريط الكاسيت بتاعه. مطرب هز عرش الأغنية الشعبية في مصر وتربى عليه، وفي عز شهرته وفي عز شبابه مات في حادثة سير مع أسرته، والوحيدة الناجية من الحادثة كانت الخادمة بتاعتهم. ورغم مرور 25 سنة على وفاته إلى أن حكاية موته فضلت لغز حيار الناس كلها، وتنسجت حوالي حكايات كتيرة بتقول أنه حادث مدبر من جهات عليا. تعالوا نعرف حكاية مطرب الأغنية الشعبية في التسعينات رمضان البرنس، وإزاي حادثة موته أثرت حواليها الشكوك بأنها حادثة مدبرة مش قضاء وقدر. اسمه الحقيقي رمضان محمد شاكر، اتولد في حي حلوان سنة 1963، كان من أسرة بسيطة جدا، اتنقلوا من حلوان للإسماعيلية وهو طفل وعاش وكبر فيها. وفي بداية الثمانينات بدأ رمضان مشواره الفني بالغنى في الأفراح الشعبية والموالد، ولأنه كان بيمتلك حنجرة ذهبية بتقدر تتنقل بين الطبقات بسلاسة مع قوة صوت مريحة للمستمع، قدر ياخد تصريح اعتماد من الإذاعة المصرية في الثمانينات كمطرب شعبي. وفي الفترة من نص الثمانينات لبداية التسعينات كان بيطلب بالاسم في الأفراح والمناسبات، وبالصدفة قابله الملحن والشاعر الغنائي عبد العزيز أمين في فرح حضره، وكان اللي بيحيي الفرح هو رمضان البرنس، فقرر يتعاون معه ويدعمه ولحن له أغاني كتيرة تعتبر معظم أغانيه اللي اتغنت وأمتع بيها الناس، ووصل عدد الألبومات اللي عملها ل 12 ألبوم قدر بيها يوصل لمستوى انتشار أكبر في مصر على مدار 12 سنة، يعني نقدر نقول كان كل سنة بينزل شريط كاسيت جديد. لكن بسبب أنه كان بيتعاون مع شركة إنتاج صغيرة كانت شهرته مش قد موهبته الكبيرة، وبالرغم من كده كان خلاص اسمه تعرف في مصر، وفي الوسط الفني كان معروف اسم رمضان البرنس. كمان علاقته بزمايله في الوسط الفني كانت كلها حب واحترام، لأنه كان على طول بيتكلم على زمايله بطريقة حلوة وعمره ما غلط في حد، ولما استضافوه في أكتر من لقاء تلفزيوني قال إن مثله الأعلى الفنان الشعبي محمد رشدي، وإن بيحب يسمع لمحمد العزبي والكريم محمود، وغنى للمطرب هاني شاكر أغنية ياريتك معايا وأدها بشكل وإحساس مميز. وفي الفترة دي ألبوماته كانت مكسرة مصر وبتنافس ألبومات مطربين شعبيين كبار، فتقدر تسمع صوته في كل مكان تروحه، بس كان النصيب الأكبر في المواصلات العامة، تركب أي مواصلة تلاقي رمضان البرنس بيغني، وعلشان كده اتسمى بمطرب الميكروباصات. كمان الحظ ابتسم لرمضان البرنس لما نزل بأغنية عودي اللي عملت بوم جامد وغيرت مسار الأغنية الشعبية في مصر، لأن لحنها وكلامها جمع بين المدرسة الكلاسيكية في الكلمات وبين اللحن الشعبي، وهو كمان قدر بطبقات صوته الذهبية يأديها بشكل مميز، خلت كل الطبقات بمختلف درجات التذوق الفني تسمعها. وفي سنة 1997 تعاون مع شركة الإنتاج هاي كواليتي وأنتجت له أغنية ساعة الغروب، واللي المفروض كانت هتنزل وسط ألبوم اتعمل له مخصوص وإنه يبدأ يشتغل فيه، لكن للأسف حصلت مفاجأة ما كانتش متوقعة. اللي حصل إن في عز شهرة رمضان البرنس ونجاحه قرر ياخد أجازة يقضي وقت مع عائلته الصغيرة قبل ما يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد، وسافر هو وزوجته وولاده سلمى ومحمد ومعهم الخادمة لشاطئ راس البر، لكن وهو سايق عربيته اتقلبت بيهم في حادث سير، وده كان سنة 1998 على طريق راس البر، ومات هو وأسرته بالكامل، لكن الناجية الوحيدة من الحادث كانت الخادمة اللي معاهم. وبدأت تتنسق قصص كتيرة على إن الحادث مدبر، لأن إزاي كلهم يموتوا والخادمة بس اللي تعيش. وبعد تحقيقات النيابة وأدلة البحث الجنائي اللي أثبتت إن الحادث قضاء وقدر وإن نجاة الخادمة من الحادث هو أقدر وأعمار، فضل برضو الناس مش مصدقة إن حادث سير عادي، وانتهى مشوار رمضان البرنس الفني مع نهاية عمره اللي خلص وهو عنده 35 سنة. وفقدت مصر مطرب شعبي مميز وصاحب مشوار فني اجتهد وتعب فيه لحد ما وصل للنجاح اللي يستحقه. رحم الله المطرب رمضان البرنس وأسكنه فسيح جناته.